النهارده ذكرى ميلاد الفنان الراحل الكبير يونس شلبي، واحد من صناع البهجه الكبار في حياتنا الفنيه. قدم العديد من الادوار المهمه خلال مشواره في السينما والمسرح، كانت انطلاقته الفنيه في مسرحيه مدرسه المشاغبين واللي حققت نجاح كبير وقدر من خلالها انه ينال حب واعجاب الجماهير. في ذكرى ميلاد يونس شلبي تعالوا نشوف التقرير ده واهم محطاته الفنيه. تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل يونس شلبي، وهو من مواليد 31 من مايو عام 1941 بالمنصورة، وقدم العديد من الأدوار الهامة خلال مشواره في السينما والمسرح. ده أنا مناخيري عيني بقى أهو، حتى الرقبة فن. لا ما فيش رقبة هنا، اللوجد هنا، اللوجد أهو. ده أنا مش ممكن يعني، بس أنا عمري ما لبست البتاعة السودة دي. مين اللي عمل فيها كده يا فندم؟ بعد حصوله على شهادة البكالوريوس التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج في قسم التمثيل عام 1969، وبدأت مسيرته الفنية مباشرة بالمشاركة في مسرحية القاهرة في ألف عام، ثم شارك في مسرحية مدرسة المشاغبين التي تعد أبرز أعماله، وحقق خلالها نجاحاً كبيراً واستطاع إضحاك الجمهور في كل جملة يقولها في المسرحية. أيوة اهوت شمال كده ولا اعمل اي حاجه كده ولا خش على من هنا ولا اعمل ايه؟ مينز. ايوه يا جدع مينز، الله يخرب عقلك يا جدع، والله مينز. وانا اقول يا رب ده انجليزي دي يا مرسي. بدات علاقته بالاعمال التلفزيونيه نهايه السبعينيات عندما شارك الفنان فؤاد المهندس في بطوله المسلسل الكوميدي عيون، الذي ظل الاهم في مشوار حياته الفنيه في الدراما التلفزيونيه رغم مشاركته في اكثر من 20 مسلسلا. من ابرز اعمال يونس شلبي في الدراما احلام مؤجله، عباس وتاريخه مع الناس، عوده الروح، مطلوب عروسه، وفيلم صياده، بالإضافة إلى مسلسل الأطفال الشهير بوجي وطمطم. أهلا يا حبيبتي، تقولي صباح الخير الأول. البيت هيخرب يا حير. بيتنا؟ لا بيتنا. طب ما هو بيت. مش قصدي بيتنا يعني بيتنا أنا وأنت، أنا قصدي بيتنا التاني. بص عليك يا كريم، أنت هتتجوزي حد غيري؟ يا حيرة مركز معايا شوية. ركزي أنت معايا وفهميني تقصدي بيت مين؟ بيت بابا. بلاش تهيوات. شارك الفنان يونس شلبي في العديد من الأعمال الهامة في السينما المصرية، حيث قدم نحو 77 فيلماً سينمائياً، منها الكرنك، شفيقة ومتولي، إحنا بتوع الأتوبيس، الشاويش حسن، وعليش دخل الجيش. أنا قاعد ابن الشحات هداجر، إذا كان الشحات مات حقه عايش، وبدل ما كنت هاخد منك نص الفرن هاخد منك الفرن كله. قدم يونس شلبي واحداً من أبرز أدواره في مسرحية العيال كبرت التي عرضت عام 1969 بجوار سعيد صالح وأحمد زكي وكريمة مختار وحسن مصطفى، والتي حققت نجاحاً ساحقاً وقتها ولا تزال تعرض على شاشات التلفزيون وأصبحت من ضمن طقوس الأعياد. جاموسة راحت تقابل، جاموسة عيني ما لقتهاش، جاموسة ليلي لقطها بقرة يا عيني ليلي. أصيب الفنان يونس شلبي بمرض السكر وهو في الثلاثين من عمره، وأصيب بمضاعفات السكر في إصبع قدمه ما أدى إلى بتر إصبعه وزرع شرايين في ساقيه، ثم توالت الأمراض وتوفي في 12 نوفمبر عام 2007 ودفن في مسقط رأسه بالمنصورة.